حول الله وسلم قناة الموصلية في خانقاء سمرة. هذا سوق خيري بدعم لجنة باب الصلاة الخيرية اللي ترأسها الدكتور ذاكر الحساوي، وعضويته موجودين جماعة كلهم، أستاذ زين، أستاذ محمد قيس، يعني كلهم موجودين. هذا شغل يعني البضاعة يجيبوها يبيعوها بسعر الحق، بسعر الجملة مالته، بس قاعد تنباع بالكرتون يبيعوا بالكرتون. والحمد لله اليوم الثالث إقبال شديد وإقبال جيد جدا وتبضع، والحمد لله والشكر. دعم للمنطقة القديمة، لا لا ما بي أي يربح، وهذول كلهم الأولاد يشتغلون كلهم لله، جايين فزعة لله، جايين فزعة لله يشتغلون. والله أوجه رسالة للناس، يعني خي تجي تسوق من هون تشتغل، تطمش على السوق، تطمش على الخان التراثي الجديد، اي والحمد لله والشكر. يعني شوية يدعم للسوق من الباب الصلاي، والحمد لله والسوق باب الصلاي الحمد لله أحسن من قبل صار، والحمد لله كل السعر بضايع وحركة جيدة جدا. بس هاي يعني عمل خيرية ومناسبة مولد النبي، إن شاء الله يبقى السوق مفتوح، السوق مفتوح من الساعة 9 للساعة 4:30. بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد تقيم الجمعية الخيرية في باب الصلاي بإنشاء هذا المشروع ببيع القرطاسية والملابس والأحذية وبسعر الجملة وبدون أي ربح. شو الإقبال عليكم؟ الحمد لله الإقبال جيد من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4:30 عصرا، والحمد لله يعني العالم عاد تجي تاخذ. والله الحمد لله بايام الاول كنا متوقعين انه ماكو اقبال نهائيا، بس تفاجئنا بالعالم وبالناس انه جت واقبلت، وهي المبادره الغايه منها انه العالم تعرف انه باب الصراي فتح ويقبلون على باب الصراي، انه باب الصراي هو قلب الموصل. اسعارنا اسعار كلها اسعار جمله، بس عندنا بعض الاشياء بكسور فصير اسعارنا اسعار المحلات، ولهذا بعض العالم يجون يقولون اسعارك نفس اسعار المحلات. يابا عندنا تمام حاجه حاجتين في اسعار المحلات، بس الباقي كله جمله. عندنا الشنط جمله، الاحذيه جمله، صافي نهائيا. بس القرطاسي عندك اقلام مساحات هاي الا شويه بيها كسر، فصير اسعار نفس اسعار المحلات، الباقي كله جمله صرف. والله نحث الناس اولا واخيرا انه يجون ويقبلون على باب الصراي، لانه باب الصراي راعى كثير ناس، وكثير ناس عمال بباب الصراي لازم يرجعون. إذا ما جونا للمحلات ما يرجع لا العمال لا يرجعون الناس، فنحثهم أن يرجعون على باب الصراي.